وبالهادي رسول الله وكل مجاهد في الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الأمة من الآفات والنقم بأهل البدر يا I'm
خاتمها يكون غدا في العاتم ذلك محترق الرياح يجي وإذا بقضى قال أمر فقوم شدي أزمة تبرجي وإذا بقضى قال أمر فقوم شدي أزمة تبرجي وصلي يا رب على المختار صلتك الكبيرة يا رب
تولنا اللهم فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت بيت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما اليك يا علي يا قدير يا بديع السماوات والأرض وما بينهما يا هو يا من لا هو إلا هو يا أحدي يا دهري يا ديمومي يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إننا نتوسل إليك ببركة هذا الشهر توجهت إليك يا مولانا هذه القلوب خاشعة فقيرة تتذلل على أعتابك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك من المطرودين وتب علينا وعلى من عصاك من عبادك يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم إننا نسألك ونتوسل إليك بأحب الأسماء إليك بحق جاه أسرار الصلاة على مولانا رسول الله وبحق جاه ما ذكرناه وما تلوناه من كتابك العزيز المصطفى الأمين الحبيب في هذا الجمع المبارك وفي هذه الليلة المباركة اجعل أجر وثواب هذه الليلة المباركة في طبق من نور إلى ضريح هذا الشاب الذي انتقل إلى عفوك وأنت أرحم به منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنه خلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك وأنت رب كريم غفور حليم رحيم فأدخله برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طيب فراه اللهم أسكنه الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم وقد توجهت إليك هذه الوجوه تستغيث بك تتشفع إليك اللهم بخيارنا في هذا الجمع المبارك ذكورا وإناثا أن تشفع فيه خيارنا في هذا الجمع المبارك اللهم وقد رفعت الأكف إليك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأجواء الربانية الروحانية العالية
فلا تردنا يا مولانا خائبين ولا عن بابك من المقروضين، وتب على من عصاك يا نعم المولى ويا نعم المصير. اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم اسقه من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم أدخل عليه الفرح والسرور في قبره، نور ضريحه، اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن تحته نورا ومن فوقه نورا، ولقه نظرة وسرورا. أدخله اللهم جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقه من حوضه، ولا تحرمه من رؤية وجهك الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم فرح قلبه واجعل يا مولانا وجهه مستبشرا غدا يوم لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا وعالم سرنا ونجوانا، نتوسل إليك أن تجعل البركة في والديه. اللهم دمج جراحهم، اللهم دمج جراح قلوبهم، اللهم دمج جراح قلوبهم. إذا مات للرجل أو المرأة فلذة كبدها، يرسل الله عز وجل ملكا من السماء فيقول له: انظر كيف حال عبدي وقد أخذت منه فلذة كبده. فيقول الملك لله عز وجل وهو أعلم بحاله: وجدته حامدا شاكرا محتسبا. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدها بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللهم ارزق والديه الصبر الجميل، اللهم دمج جراح قلوبهم، اللهم اجعل البركة في زوجته وأبنائه، اللهم اعطهم المستقبل المنور الزاهد، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اعطهم من فضلك الواسع، اللهم افتح لهم أبواب الخير، افتح لهم أبواب البركة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم بارك في والدتهم، نسألك اللهم أن تجعل البركة في جميع إخوانهم ذكورا وإناثا. ضمد جراح قلوبهم يا نعم المولى ويا نعم النصير، ارزقهم الصبر والسلوان، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلهم من المهتدين، اجعلهم من الخاشعين، اجعلهم من التائبين التوابين، اجعلهم من الذاكرين الله كثيرا، الذاكرين الذكارين. احفظهم اللهم فيما بينهم وألف بين أخوتهم، اجعل كبيرهم يحن على صغيرهم، واجعل صغيرهم يحترم كبيرهم يا نعم المولى ويا نعم النصير. واجعل هذه الأسرة مباركة، وضمج جراح قلوبهم يا مولانا يا كريم، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا منه سالما من الشر معصوما، لا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم من كان مريضا فداويه وشافيه وعافيه، اللهم من كان منا مديونا فاقض عنه دينه، اللهم من كان منا مقصورا فاطرح صلاحه، اللهم من كان منا عنده حاجة فيها خير وصلاح ذكورا وإناثا اقضها له في هذه الليلة المباركة. واجعل دعواتنا لأخينا الذي انتقل إلى عفو الله بالرحمات والمغفرة وأعلى الجنان يا نعم المولى ويا نعم المصير. اللهم إنا نتوسل إليك ونستغيث بك، فأغثنا يا غياث المستغيثين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا نافعا، اللهم اسقنا غيثا نافعا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا صفاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين ثم قلدته أمر عبادك وجعلته حكما في أرضك عبدك الفاضع لجلالك، مستلهم بركاتك مولانا أمير المؤمنين من ألبسته رداء الخلافة فكان خير لابس لها، المنصور بالله المؤيد بالله المحفوظ بعناية الله محمد السادس، صر نصرا عزيزا مؤزرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين. اجعل لآلائك من الذاكرين ولأنعمك من الشاكرين، احفظه بما حفظت به ذكرى حكيم، شد أزره بأخيه المولى الرشيد، احفظه في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبت نباتا حسنا واجعله على نهج جده مولاي الحسن. اللهم إنا نتوسل إليه ونحن في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذه الوجوه المباركة ومع
هذه الوجوه المباركة أن ترزق أهل الفقيد الصبر والسروال. اللهم ارزقهم صبر المؤمنين، لأن المصاب جلل، وليس لنا وليس لهم إلا الصبر والسروال، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم إنا نتوسل إليك أن تلحقنا به مؤمنين صادقين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله عظيم سر الرسالة الأسماء ومبارك فيها وفي صحتها وفي زوجها وفي والديها، واسترها في سترك الجميل، أعنها ولا تعن عليها، يسر لها الأمور في الظاهر وفي الباطن، في القدس وفي المعنى، وارزقها اللهم رضا الوالدين، ألف بينها وبين جميع إخوانها، اصحبهم السلامة يا ذا الجلال والإكرام. سيدي فيصل وسيد المنتصر، اللهم ألف بين أخواتهم، اجمع شملهم واحفظهم، واجعلهم يا مولانا يا كريم على نهج أجدادهم، وبارك في والديهم إنك على كل شيء قدير، وارحم يا مولانا يا كريم أخاهم، وبارك في زوجته وفي أبنائه، وألف بين الأسرة الكريمة جمعاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقرأ الفاتحة جميعا بنية الرحمة والمغفرة على هذا الشاب، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحفوفين بعناية الله عز وجل في هذا الجمع المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، صلاة تجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتفضي لنا بها من الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، من جميع الخيرات في الحياة والعلم. حصينا على هذه الأسرة والرحمة على هذا الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لطيف بعباده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر بنا يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز، يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. اللهم إن يسألك بحسبك اللطيف، وجاهنا بك الشريف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر بنا يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف
يرزق من يشاء وهو قدير عزيز أفلك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير اللهم إني أسألك بحرمك اللطيف وشاه نبيك الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطوبنا